السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا بالفلوق. طبعا بالفلوق هذا شكرا لصاحب الجيم. في الفلوق هذا راح يتكلم عن اول شيء. خلنا اقول لكم ليش انا جيت اصور هنا بالذات، لان في واحد من الشباب على السناب كلمني قال لي ابغاك تطلع تصور في الردة، فنبغى نشوف الردة، فنبغى نشوف. فما ادري والله هل الشخص هذا من الطائف مو من الطائف، بس بناء على رغبته يبشر. انا طالع فنطلع نصور، شو المشكلة يعني؟ طيب هذا الردة في الجميل حقنا. طبعا الردة في منتزه معروف في الطائف، طيب ما شاء الله الحديقة هذه معروف، مع اني حشيتها ببلوج، لكن والله جميلة الحديقة هذه، اللي دخل جوه ترى جميلة. المهم بنتكلم اليوم عن موضوع جماعة الخير، بنتكلم عن شيء اسمه الستيرينج دامبر، او يسمونه الستيرينج ستابلايزر بانجليزي دي يا مرسي. ما عليكم في الاكسنت حق الكلمات، لكن نخش في الموضوع. بنقول لكم ايش هو الستيرينج دامبر. الستيرينج دامبر هذا جماعة الخير قطعة تركب على الدراجات النارية، خاصة الدراجات السريعة اللي هي دراجات السباق اللي زي هذا، بصفة عامة دراجات السباق بشكل عام. القطعة هذه ايش تسوي يا جماعة الخير؟ تخلي المقود حق الدباب اللي هو الدركسون حق الدباب اكثر ثبات، يمنع الاهتزاز، يقلل من مخاطر مرة مرة كثير. فالجهاز هذا جدا 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 جميل، انا انصح فيه. انا والله نية اني انا بشتري الجهاز هذا بركبه. المشكلة انه انا نسيت اليوم الرخصة، ونسيت الاستمارة، نسيت كل حاجة في البيت. والله شغلة كان حصلنا تفتيش، لانه دائما يحطون تفتيش هنا. الله يستر. لا كويس ما في حد. طبعا سامعين في صوت كذا، سامعين الصوت هذا؟ عند الكفر حق الكفر نفسه، الغطاء اللي يجي فوق الكفر، نفك المسمار. فكل ما اجي محفره هلا رجعتني، فكل ما اجي محفره يطلع لي الصوت هذا. فشغلني والله، شغلني. يا تروحون انتم ابوكم يا اروح انا. ان شاء الله الله يحفظهم. زي ما أقول لكم يا جماعة الخير، الجهاز هذا قطعة تتركب هنا، بس المشكلة الجوال طالع. القطعة تتركب هنا في المسمار هذا إذا شايفينه معايا، بشكل مستقيم. هي زي ما زي يعني زي إيش أقول لكم، جهاز مساعد يمسك الدركسون زي هذا. شايفين هذا اللي جوه؟ هذا اللي جوه إن شاء الله شايفينه. القطعة هذه نفسها بس تركب هنا، يقلل من الاهتزاز. يعني لما نكون احنا على سرعات عالية، لما تكون فالدركسون يقعد يهتز معاه، فهذه تقلل منه. خلونا نتكلم عن ليش احنا نستخدم الجهاز هذا، او ايش الحالات اللي نستخدم فيها الجهاز. اول شيء خلونا اوريكم صورة للجهاز. شوف هذه صورة الجهاز. طبعا في اشكال كثيرة من الجهاز، بس بوريكم شكلين منه. شوف طبعا هذا هو الجهاز. طريقة تركيبه مرة بسيطة يا شباب، عدوا من جنب يمين، لا تقول تمشون وراي، انا اخاف من العالم اللي تمشي وراي يصدمكم اللي يقعد على الجوال ما تدري. طيب خلونا نتكلم عن المشاكل اللي يحلها الجهاز هذا. طبعا اول مشكلة اللي هي الوبل اللي تكلمنا عنه في فلوج. انا اعتذر، انا ما غطيت الفلوج بشكل كامل، ما قلت شيء الحلول، بس ان شاء الله اذكرها اليوم. طبعا احد الحلول حقت الوبل، اللي ما شاف الفلوج حق الوبل يرجع في الفيديوهات اللي راح، تظاهر انه قبل الفلوج اللي راح، قبل هذا اللي قبله، يرجع يشوفه. ما راح اتكلم انا عن المشكله اللي صارت لي، بس راح اتكلم لكم عن المشاكل اللي حلها. اول شيء الوبل يحلها لكم. هذا جهاز جدا جميل، الدباب ما راح يسوي وبل، بس بشرط انه تكون القطعه هذه اصليه. تكون القطعه ايش؟ تكون القطعه اصليه. جميل جميل. طيب
خلونا اول شيء نقول لكم انه اكثر ناس يستخدمونه في حلبات السباق. نشوف مقطع. طبعا زي ما شفتوا هذه دراجة معدة لحلبات السباق فمركبها، يعني ما اقول لكم احنا عندنا حفر وهذا، احنا المفروض ان نركبها. فشفتوا كيف ما شاء الله. طبعا الشيء الثاني للناس اللي ترفع دائما حقين الترفيع وهذولي، لما ترفع انت وتنزل الكفر يكون واقف، يعني لما ترفع الدباب الكفر ما تجي سرعته نص كيلو ما تيجي مرة الكفر يوقف معاك. فلما تنزل أول ما تنزل أنت سواء يعني رافع على سرعة أو أي شيء، الكفر راح يلتمس في الأرض، بس ما راح يلتمس كذا، راح يسوي معاك، راح يلعب. فأنت لازم تكون مجود الدركسون كامل، يعني ماسك الدركسون مظبوط، تركيزك كامل، لأن في مشكلة في الترفيع لما الواحد يجي يرفع يفك يد ويمسك يد. كيف أقول لكم؟ خلوني أوقف أشرح لكم إيش أقصد. الحين تشوفون اكثر الناس اللي ترفع لما يجي رافع تلقاه ماسك الدركسون زي كذا، حلو. فلما يرفع تلقى الدركسون ممسوك زي كذا، هذه يده ما هي ماسكه كامله. فاول ما ينزل لو ما رجع الدركسون زي كذا، اول ما ينزل الدباب راح يلعب معه، الكفر راح يلعب معه، تمام. فهذه المشكله الثانيه. المشكله الثالثه الحفر. لما تجي انت على سرعه عاليه، بس خلي المرور عدي لما تجي على سرعة عالية وتأكل مطب برضو الكفر راح يلعب معك، فما راح تقدر تسيطر عليه. فالجهاز هذا جبار. أنا والله جماعة الخير عشان أنفسكم وعشان نفسي لازم 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 الجهاز يركب قريب. الشيء الرابع، اللهم صل على محمد، كأني نسيت النقطة الرابعة. النقطة الرابعة اللي هي جماعة الخير الانطلاقات السريعة. دائما حقين حلبات السباق الناس اللي تتجاكر، دائما انت لما تبدأ سرعتك من الصفر الوزن حق الدباب كله بيكون فين؟ بيكون في الخلف. فالدباب تلقى الكفر ملامسته للأرض ترى جدا ضعيفة. خلونا أوقف، خلونا أقول لكم كيف. خلونا ننزل أقول لكم كيف. شايفين الكفر هذا؟ شايفين تلامسه مع الأرض؟ يعني ترى جزء بسيط، مرة بسيط، يعني اللي ماسك تخيله قد كذا. خلينا نشيل السماعة. اللي ماسك قد كذا تخيله في الأرض، تمام؟ فعندك وزن الدباب، عندك طول الدباب، كلها قاعد تفرق معاك. فلما أنت تدعس، لما أنت تسرع، لما تبدأ من الصفر الكفر هذا بيطلع معاك شوية فوق، تمام؟ فبتكون ملامسته ضعيفة. برضو في نفس الكلام عن الوطن، لما تاكل حفرة، لما تكون مسرع، لما تكون رافع، أول ما يمسك الكفر الأرض ترى الملامسة جدا جدا بسيطة، يعني ما في مساحة. فعشان كذا الكفر راح يلعب معاك، راح يرتج معاك زي كذا. هذا هو الوطن، الوطن اللي هو زي كذا راح يلعب معاك الكفر، تمام؟ وراح تصير مشكلة ما حد يتمناها، يعني في العدو ما تتمناها، فما بالك في الناس اللي نحبهم. احنا تكلمنا عن الجهاز اللي هو السيرينج دامبل كحل للوبل. طيب الحل الثاني لما الكفر يلعب معاك كذا،
اول شيء لا تخاف نهائيا لا تخاف. احنا بنخاف يعني بطبيعة البشر ما راح تسيطر على نفسه فراح تخاف. فانت دائما حط في بالك اول ما يلعب معاك الكفر رجع وزنك كله على التانكي، انزل بجسمك كامل على التانكي، ارفع يدك عن البنزين تمام، لا تدعس نهائيا، لا تضرب فرامل نهائيا لانه الدباب مو مستقر، الدباب قاعد يلعب معك. فترى دائما مو شرط يكون حل، يعني لا سمح الله ممكن تسوي الشيء هذا وانت خلاص فقدت السيطرة عن الدباب، فخلاص انتهى الموضوع. فموضوع الوبل جدا 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 خطير. طبعا الجهاز هذا يركب اصلا للوبل، يركب ليش؟ للوبل، عشان الدباب لو سوى معك كذا الجهاز هذا راح يسيطر. نزولك على التانكي الاشياء هذه كلها حلول مساعدة، يعني ممكن لا سمح الله بتنزل انت بتسوي كل شيء بس الدباب خلاص قد فات الاوان ورمى عليك. فانتبهوا من السرعات العالية، انتبهوا من الشوارع، ترى الشوارع غدارة والله، ترى حفرة ما انت مسيطر، ما انت ماسك الدركسون بشكل كامل، ترى كل هذه بتسبب معاك مشاكل. فانتبهوا، الله يحفظنا ويحفظكم. الدبابات جدا خطيرة، ما يمزح فيها نهائيا، ما يتهاون الواحد، لا يتهاون في شيء اسمه دباب نهائيا، لا تتهاون لانه هذه حياتك، هذه روحك، فلا تتهاون. دائما شيك على الهواء حق الكفرات، شيك على امورك كلها. انا مشكلة امس طلعنا مكة، برضو الناس اللي على السناب شافت ان احنا ضفون السناب، نزلنا مكة تقريبا 9 دبابات او شيء زي كذا، كثيرين ما شاء الله. الله يا جماعة الخير، بالصدفة وقفت في مكة وشوف الهواء، تخيلوا كم طلع عندي الهواء، طلع الهواء صفر، ما في هواء نهائيا ما في هواء. فالله ستر علي، والله الحمد لله ان الله ستر علي، لان انا عارف ايش المشكلة عندي في الكفر الخلفي، عندي البلف حق الهواء ينسب. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله انها عدت على خير. انتبهوا، ودائما سوي صيانة للدراجة حقتك، انتبه على نفسك، السرعة ما هي كويسة، الاستعراض مو كويس، دباب ترى ما له صديق نهائيا، ما له صديق. وكذا احنا تكلمنا بشكل عام عن الدامبر. اذا تبغى تاخذ معلومات ثانية، تبغى تتفرج، برضو عندك اليوتيوب جدا جدا مليان تعليمات وشيء جميلة. طيب خلونا نتكلم عن الأسعار. طبعا راح أذكر أسعار الأصلي، لأنه أي قطعة ما هي أصلية ما راح أتكلم عنها نهائيا في اليوتيوب، أي شيء مو أصلي ما راح أتكلم عنه نهائيا، لأنه دباب فما ينفع تركب، كمان أنت ناقص تركب لك قطعة مية أصلية تروح تسوي لك مشكلة. طبعا سعر الجهاز تقريبا 1500 وانت طالع، فالجهاز يستاهل، الجهاز يستاهل. طبعا تقدر تشترونه من اي باي، تقدر تشتريه من امازون، تقدر تشتريه من اي موقع. طبعا دائما تأكد من البائع على المواقع هذه، انا افضل انك تشتريه من الشركة نفسها او موزع يكون معتمد. وكذا انتهينا من الفلوق حقنا، اتمنى لكم انكم استمتعتوا وانبسطوا وفليتوا معانا وشفتوا الردة في حقنا. فنشوفكم إن شاء الله في فلوق ثاني، وإلى اللقاء، سلام عليكم.